يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة حلقة مهمة، أولى حلقات الأسبوع، عندنا فيها كلام كتير جدا بتفاصيل مهمة هنتكلم فيها، وهنتطرق لكل شيء ممكن يكون في أذهان كل جماهير النادي الأهلي اللي لهم منا كل الاحترام والتقدير. ده أمر مؤكد، وإحنا منهم، وأكيد في حالة غضب عندهم لازم تقدر الحالة دي، أكيد في انتقاد لازم نستحمل الانتقاد ده، خصوصا إن الجمهور ده هو السبب الرئيسي بفوز أو لفوز النادي الأهلي بأي بطولة على مدار تاريخ النادي الأهلي. فهنتكلم كالعادة من قلبنا مش من هنا، أو هنتكلم من هنا ومن هنا بس من هنا أكتر، وده هيبقى امر مهم جدا. فبالتالي الحلقه النهارده غايه في الاهميه. بننتظر دايما تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقه، واحنا خلاص عايزين برضو نتكلم في اللي جاي. اللي حصل حصل، واللي جاي دايما هو الاهم، والاهلي عنده ماتشات مهمه، 11 ماتش في بطوله الدوري. في راي حضراتكم ايه هو افضل تشكيل للاهلي في مباريات الفريق المقبله؟ وهنتظر تفاعل حضراتكم معانا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. في الجزء الأخير من الحلقة هناخد تفاعلات حضراتكم كالعادة، لكن دايما البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين. تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته استعدادا لمباراة الجون. وكمان تغييرات متوقعة على التشكيل. واخيرا في الترند المحلي، فيتوريا يبدا مهمته الرسميه مع المنتخب اول اغسطس. ماتشات الدوري النهارده، في ماتشين بس، ماتش الساعه 6:30 ده هيكون ما بين طلائع الجيش ومصر المقاصه. طلائع الجيش اللي يعني تعرض لهزيمه بعد 16 مباراه متتاليه بدون اي خساره. المباراه الاخيره تعرض للخساره من الجونه على ما اتذكر، والنهارده بيلعب المقصة اللي بيحاول يتشبث بالفرص التي قد تكون الأخيرة للبقاء في بطولة الدوري. بنشوف ان ده امر هيكون صعب جدا، فبالتالي مباراة مهمة للفرقتين. يعني الساعة 9 البنك الأهلي عنده مباراة قوية قوي مع فيوتشر. انا بقول قوية ليه؟ لان البنك الأهلي فرقة محترمة او ماشية بشكل ممتاز، وفيوتشر طبعا مش محتاج ان احنا نتكلم على الفرقة المميزة دي، ايه اللي وصلوا الكونفدرالية واللي خدوا كاس الرابطة. فهتشوف ماتش حلو الساعة 9 ما بين الفرقتين دول. دي اهم وابرز المباريات النهارده في بطوله الدوري المصري. هروح لفاصل، بعد الفاصل بقى كل الكلام، فاستنونا. يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. ركز معايا قوي في الكلام اللي هقوله لحضرتك دلوقتي، لان هو كلام كله مهم، وكلام كله على لسان واحد من عشاق النادي الاهلي، زي ملايين من جماهير النادي اللي هم ايه؟ اللي هم بيعشقوا تراب الاهلي، بيعشقوا تراب الاهلي. فرقم واحد كده، اول حاجه عايز اتكلم فيها، جمهور الاهلي له كامل الحق، كامل الحق في الانتقاد. جمهور الاهلي له كامل الحق في الحديث عن بعض السلبيات اللي ممكن يكون هو شايفها من وجهه نظره. جمهور الاهلي له كامل التقدير والاحترام، الناس دي تتشال على الراس. الناس دي تتشال على الراس. اللي هم مين؟ جمهور الاهلي اللي هم ايه؟ بينتقدوا، بس اللي بينتقدوا ازاي؟ بينتقدوا عشان مصلحة النادي. بينتقدوا علشان يصححوا من وجهة نظرهم حاجات، بالمناسبة ممكن تكون وجهة نظرهم صح أو غلط، لكن هم بيناقشوا. هم ليهم رؤية. فالناس دي لازم تتسمع، الناس دي لازم نقدرها ولازم نحترمها، وده فعلا اللي موجود من الكبير قبل الصغير في النادي الاهلي، وده امر مفروغ منه. تمام؟ فده شق، ودي اول حاجه عشان ما عليهاش اي غبار وما فيهاش اي نقاش وكلنا متفقين عليها. لكن يا جماعه هي في جزئيه مهمه برضو لازم ناخد بالنا منها. احنا على وشك ان احنا ندخل في دوامه، على وشك ان احنا ندخل في دوامه، والدوامه دي انت لو دخلتها هيبقى صعب جدا انك تخرج منها.
ولو خرجت منها هتخرج بخسائر كتير جدا. فاحنا كجمهور الاهلي وكمنظومه النادي الاهلي لازم نخلي بالنا من حاجه زي كده. ازاي؟ اول حاجه مش عايزين ان احنا نقعد نتكلم اصل فلان السبب، اصل علان السبب، اصل ده مشي ليه وده عمل ليه، ونفضل احنا نقطع في بعض ما بيننا وما بين بعض. فاحنا في الاخر هتبقى النتيجه ايه؟ ان احنا هنخش الدوامه دي بنقضي على نفسنا بنفسنا. بتكلم على البعض القليل جدا اللي مش قادر يفرق بين النقد اللي له كل الحق فيه وهو نقد يكون بناء، وما بين اللي بيحاول يستغل الموقف ده لمصالح اخرى. وانا هنا والله العظيم ما بتكلم على نظريه مؤامره، كل الناس لهم مني كل الاحترام والتقدير وكلهم على راسي، حتى الصغير قبل الكبير اللي ممكن لسه ما يكونش مدرك كيفية توجيه نقده وازاي نقده ده يكون فعال وبناء لصالح النادي ولصالح الكيان اللي بيعشقه وبيحبه. وكلنا بنحب النادي ده وبنعشقه وكل واحد بيحبه بطريقته، بس الأهم طريقتك دي تكون ايه؟ تكون عشان صالح ومصلحة النادي. وبالمناسبة يا جماعة عشان أقفل حتة الجمهور دي، الجمهور ده زي لما الأهلي بيكسب وبياخد بطولات وبيكون هو السبب الرئيسي فيها، وزي ما بيشيل واحد واحد فوق راسه اللي هو الجمهور، واحد واحد جوه المنظومة، واحد واحد جوه المنظومة كلها، أي حد في منظومة النادي الأهلي بيتشال على الراس من الجمهور المحترم ده، بيتشال على الراس من الجمهور اللي هو بيقف ورا النادي، وبتبقى النتائج النهائية دايما بيبقى بطولات. فالجمهور ده لازم نديله حقه ونستحمل انتقاده، لازم نستحمل انتقاد الجمهور. زي ما بنفرح قوي بان الجمهور بيشيل واحد واحد فوق راسه، لما الجمهور يزعل لازم نحترم زعله ونحترم انتقاده، الانتقاد البناء مش الهدام. لكن انا برضو باكد على جزئيه مهمه جدا، وارجوكم يا جماعه خدوا بالكم من حاجه زي دي، ما تخلوش حد سواء عن قصد او دون قصد يدخلكم في الدوامه اللي هي ايه؟ اللي هي شخصنه الامور، اللي هي ايه؟ اللي هي محاولة ان يكون في شخص معين او اشخاص معينة هي المتسببة في الاخفاق. لا، لما الكل بيكسب او لما النادي بيكسب يبقى الكل هو اللي تسبب في الفوز، المنظومة كلها. لما النادي بيخسر بيبقى الكل مسؤول عن الخسارة، وهي دي دايما ثقافة الاهلي اللي احنا اتربينا عليها جوه النادي. لما الكل بيخسر كله بيتحمل نتيجة الخسارة والإخفاق، مش واحد، وما عمر ما في واحد هيتسبب في حاجة لوحده، وعمر ما هيبقى في قرار بشكل فردي جوه النادي الأهلي. الأهلي دايما قراراته بتبقى جماعية، الأهلي دايما أموره بتدار بالسيستم المتعارف عليه جوه النادي الأهلي، واللي مش هيتغير واللي هيفضل أيا كان مين هو اللي موجود، أيا كان مين هو اللي موجود. فما بلاش احنا كجمهور النادي الاهلي، وانا بتكلم برضو عن انا واحد منكم وكل واحد جوه القناه دي هو واحد منكم، بلاش احنا بنفسنا ننجر لحاجات تبعدنا عن الاسباب الرئيسيه للوضع اللي احنا فيه. بلاش نشخصن الامور، بلاش ان احنا نقول فلان هو السبب ونفضل بقى نهاجم في فلان نهاجم في فلان نهاجم في فلان، وغافلين تماما الاسباب الرئيسيه اللي ممكن بشكل غير متعمد طبعا نكون احنا وقعنا فيها، لان مفيش حد معصوم من الخطا، مفيش حد ما بيغلطش. وزي ما الناس تنجح وارد ان هي تغلط، بس المهم انك تصحح وتعدل وترجع تنجح تاني. الطبيعي الكيرف لما بيطلع لازم بينزل شويه، بس المهم احنا نلحقه قبل ما ينزل قوي ونطلع تاني. وهي دي الدنيا بالمناسبه، محدش بيفضل على القمه على طول، بس ممكن تحافظ على القمه لفترات طويله، وده بيحصل في النادي الاهلي. يجي حد يقول لك اصل فلان انتوا مشيتوه، اصل علان موسيماني مثلا. موسيماني انا من اقسم بالله انا واحد من الناس اللي بعشق موسيماني، بحبه جدا جدا، بشوف ان الراجل ده عمل انجازات مش طبيعيه. بس واحد انا كمان حزنت انه مشي، بس واحد عايز يمشي والاهلي حاول معاه، والراجل بنفسه في 100 لقاء وما اكثر لقاءات موسيماني في الاعلام بعد رحيله كمان وقبل رحيله
اكد ان النادي كان متمسك بيه وهو اللي رغب في الرحيل. فبلاش يعني ايه ان احنا نقول حاجات غير حقيقيه ونخرج نفسنا من اطار التصحيح لاطار شخصنه الامور ومهاجمه اشخاص بعينهم. وبالمناسبه من الوارد جدا ان معلومات البعض ما تكونش صحيحه. في نسب ممكن حاجات تكون صحيحه وحاجات تكون غلط، ده وارد جدا. لكن في نفس الوقت خلينا يا جماعه ان احنا نركز في السلبيات بتاعتنا كنادي او كفرقه، نركز في الاخطاء بتاعتنا عشان نصحح ونلحق نفسنا قبل ما ندخل في الدوامه اللي انا قلت لحضراتكم عليها. بلاش احنا بنفسنا نوقع روحنا في الدوامه. وعمر ما الاهلي هيقعد سنوات عديده باخفاقات كتير، ولما بيحصل اخفاقات تاكد ان ده بيكون في مصلحه النادي عشان يرجع، عشان الدنيا تفوق، عشان حاجات كتير قوي ممكن البعض يكون مش واخد باله منها، او احنا ممكن ما نكونش واخدين بالنا منها لكن المسؤولين واخدين بالهم فيصححوها. وهو ده دايما المطلوب. فالنجاح مش بيجي غير بعد الاخفاق، والاخفاق مش بيجي غير لما انت بتنجح لفترات طويله. والاهلي النادي الوحيد اللي في مصر اللي نجاحاته بتقعد فترات طويله جدا واخفاقاته بتكون قليله. وفي نفس الوقت يا جماعه، ودي جزئيه مهمه جدا جدا جدا، عمر ما حد هيفرح فرحتنا. وخلي بالك من كلامي، عمر ما حد هيفرح فرحتنا، ولا عمر احنا هنزعل زعل حد. وانتوا فاهمين قصدي على ايه؟ الفرحه بتاعتنا مش هتتكرر، والزعل بتاع غيرنا عمرنا ما هنحسه. لكن هل ده معناه ان احنا كنادي بنكتفي باي حجم او اي كم من الالقاب والبطولات؟ اطلاقا وغير مقبول ان احنا نكتفي، لكن لازم نكون متفاهمين ان لازم بيكون في مراحل بيمر بيها النادي، اي نادي كبير في الدنيا، ريال مدريد، برشلونه، ليفربول، في مانشستر يونايتد. دلوقتي مانشستر يونايتد بقاله كام سنه ما بياخدش الدوري؟ بقول لك ان الاهلي هيبقى زي، لا طبعا فرق المنافسه وحجم المنافسه هناك وكلام من ده حاجه تانية، بس انا بديك امثله اللي هي الانديه الاكبر انديه في العالم. باريس سان جيرمان صرف قد ايه ما خدش تشامبيونز ليج؟ مانشستر سيتي نفسه بياخد دوري بس مش عارف ياخد تشامبيونز ليج. في حاجات كتير جدا موجوده وامثله كتيره جدا ونماذج بنشوفها بعيننا. الاهلي بعون الله مش هيبقى كده، الاهلي عمره ما هيدخل في الدوامه دي. بس الدور على مين؟ الدور الاكبر على مين؟ على جمهوره الواعي الفاهم المنتقد، المنتقد باسس، المنتقد بحلول. لان ده بيبقى مهم قوي انك لما تنتقد تحل، ما تحاولش تخلي الصوره والاخفاق يتمثل في شخص بعينه، لان الكل اكيد بيبقى مسؤول، الكل بيبقى مسؤول، والكل باذن الله هيصحح المسار جوه الفرقه وجوه النادي علشان الفرقه تفوق ونرجع ناخد الالقاب بتاعتنا ونرجع نفرح الافراح بتاعتنا تاني. وده مش هياخد وقت والله ابدا، لان الناس الموجوده في النادي دي ناس بتعشق الكيان وناس حريصين اشد الحرص على مصلحه النادي. هل ده معناه انهم ما بيغلطوش؟ لا، كل الناس بتغلط عادي، كل الناس بتغلط، كل الناس ممكن يكون عندها سلبيات، مفيش حد ما عندوش سلبيات، مفيش حد ما عندوش عيوب، مفيش حد ما بيغلطش. الكمال لله الكمال لله لوحده، لله وحده. فبالتالي لازم ان احنا نفكر في اللي جاي فتره، وباذن الله هتخلص على خير. الاهلي لسه في المنافسه على بطوله الدوري، عندنا حزن كبير جدا جدا بخساره مباراه الكاس وباخطاء كنا نقدر جدا نتفاداها بصراحه جدا يعني، لكن مش هنفضل نحزن على اللي فات وهنفكر في اللي جاي، لان دايما اللي جاي هو الاهم. لو فضلت تبكي على اللي عدى منك او ملحقتوش يبقى انت هتفضل في مكانك. لازم
تهيئ نفسك للمنافسة. لازم دورك كجمهور انك تقف ورا الفرقة دي. ما بقولكش طبعا ما تنتقدش، وانا كلامي كان واضح من البداية عشان ما حدش يقولك انتوا مش عايزين الجمهور ينتقد. لا طبعا الجمهور له كامل الحق في الانتقاد، لا انتقد، بل بالعكس وجهة نظرك ممكن تفيد النادي، بس لما تكون وجهة نظر مبنية على أسس، مبنية على حلول، وهدفها التصحيح مش الهدم. لأن في البعض بيحاول كده يخش وسطينا علشان يوجه، عشان يوجه. بالمناسبة أنت قد تتفق وقد تختلف معايا، بس ده بيحصل. وفي البعض الآخر اللي بينتقد بدون وعي، بيحب الأهلي وبيعشق الأهلي جدا، بس هو مش واخد باله من حاجات صغيرة وهو بينتقد لازم ياخد باله منها عشان صالح الكيان ده، وعشان صالح الاسم ده، وعشان صالح تاريخ النادي ده، وعشان اللي جاي كمان يكون أفضل. فعشان نقفل الجزئية دي، فرقتنا تتعرض لكبوة بإذن الله، الكبوة ما تطولش إن شاء الله، مش هتطول، لأن في ناس محترمة ومسؤولة جدا جوه النادي وعارفة السلبيات فين وبتعالجها. هل هي لسه هتاخد خطوات للعلاج؟ لا، هي بتاخد خطوات من دلوقتي عشان تعالج. فاللي جاي هو الأفضل بإذن الله للنادي الأهلي، والتصحيح والمعالجة بتحصل، والدور الأكبر دايما على جمهور النادي الأهلي إن هو يفضل في ظهر الفريق ده زي ما احنا متعودين دايما على الحلوة والمرة معاه، على الحلوة والمرة مع الأهلي. فده اللي أنا كنت حابب أقوله، وده الكلام اللي أتمنى إن ناس كتير يكونوا فهموا قصدي إيه، وأتمنى إن احنا نفكر في اللي جاي عشان اللي فات فات وخلص. وبسبب سندتنا ودعمنا كأهلاوية إن شاء الله الحال يتصلح والأمور تبقى أفضل بالنسبة للنادي الأهلي. احنا لسه في منافسة، في إطار منافسة على بطولة الدوري، وارد كل شيء. بس انت عندك يا باشا 11 ماتش ما ينفعش تسيب منهم نقطة، ما ينفعش تسيب منهم نقطة. 33 نقطة حتى لو مش هتاخد الدوري اكسبهم. هل انا كده بحط عليك ضغط؟ لا، انا بديك دافع عشان خاطر الجمهور ده. اقسم بالله انا في ناس اعرفها وحياة ربي حصل لها شرخ في ايديها من الماتش، واللي ضغطه عالي، واللي تعب، واللي اغمى، عشان كوره، عشان الاهلي، عشان بيحبوا الكيان ده، عشان بيعشقوا تراب النادي ده. فانا بقول لفرقه النادي الاهلي اللي احنا هنفضل نثق فيهم طول ما في منافسات، لان هم برضو عندهم رصيد، رغم ان الرصيد ده مش هنفضل نعتمد عليه. بس انا بقول لهم يا جماعه انتوا عندكم 33 نقطه بعد اذن حضراتكم، ركزوا وتفادوا الاخطاء الساذجه اللي بتحصل اثناء المباراه، وهاتوا لنا 33 نقطه، وسيب بقى حته الدوري دي باذن الله على ربنا، او كله على الله طبعا في الاول وفي الاخر، بس يعني ان شاء الله ربنا يكون موفقك ان انت تاخد البطوله في الاخر. ف 33 ماتش ايه؟ بكره الجون، عفوا 33 نقطه، بكره 11 ماتش، او 11 ماتش يعني اللي باقي لك في بطوله الدوري. بكره مين؟ الجون. تمام، ماتش الساعه 6:30 ان شاء الله الاهلي يكون موافق. مباراه صعبه جدا، الجونه بينافس على البقاء في بطوله الدوري، بعديها المقصه، بعديها المقاولين يوم 30 يوليو. تمام، دول اخر ثلاث ماتشات في الشهر ده. هتخش يوم 2 اغسطس على فاركو، ويوم 7 اغسطس على الاتحاد، ويوم 10 اغسطس على المصري، ويوم 14 اغسطس مع الاسماعيلي، ويوم 20 اغسطس مع ايسترن، ويوم 23 او 24 مع انبي، ويوم 26 او 27 مع طلاع الجيش، واخر ماتش ليك يوم 29 او 30 اغسطس مع سيراميكا. يا رجاله احنا عايزين ال 33 نقطه. ال 11 ماتش هي صعبه عليكم؟ لا مش صعبه. تقدروا ولا ما تقدروش؟ لا تقدروا. في حاله يعني اهتزاز في الثقه شويه، بس انتوا قادرين ترجعوها. وهترجع بينا كجمهور النادي الاهلي، هو اللي هيرجع ثقتكم في نفسكم، لان ده دور جمهور النادي الاهلي. هتجيبوهم لنا 33 نقطة؟ هتجيبوهم لنا بإذن الله، هتقدروا بإذن الله واحد أحد، مش صعب خالص على الأهلي. لكن مطلوب إيه؟ التركيز والهدوء. التركيز والهدوء من اللعيبة نفسهم جوه الملعب. العب لعبك.
للاسف الشكل في الشوط الاول في ماتش الزمالك كان حاجه صعبه جدا، على غرار ما حدث من وراء بيراميدز. الشوط الثاني بقى فيه استفاقه للفرقه وكنا قريبين ان احنا نتعادل لولا ذكاء لاعيبه الزمالك بان هم موتوا رتم الماتش لما وقع عواد على فتوح على كلام من ده، رغم ان فتوح فعلا مصاب يعني، بس قصدي ايه رتم الماتش وقع شويه. لكن في كل الاحوال انت تقدر تاخد ال 33 نقطه من خلال تكسب ال 11 ماتش، وان شاء الله باذن الله تعوض جمهور النادي الاهلي اللي بيحزن اول ما فرقه بتخسر، واللي هيبقى ليه الدور الابرز باذن الله واحد احد في عوده الجمهور او في عوده النادي ده للطريق الصحيح بالتحديد في فرقه كره القدم، والقادم دايما يكون افضل. طيب خليني اروح لفاصل، بعد الفاصل عندنا لسه كلام مهم فاستنوا. اهلا بحضراتكم مره تانية، خلينا ناخد ترند الاهلي وابرز الاخبار والتفاصيل اللي بتتعلق بالنادي ونعلق عليها. اول حاجه نبتدي بالوطن الرياضي، حسام على فيسبوك بيقولوا غياب 6 لاعبين عن قائمه الاهلي امام الجونه. مين هم ال6 لاعبين؟ اكرم توفيق، عمار حمدي، محمود وحيد، حسين الشحات، طاهر محمد، طاهر محمد شريف. طيب بالمناسبه خلينا اقول لحضراتكم خبر عاجل دلوقتي وخبر مهم جدا وهيبسط كل الاهلاويه. ايه هو؟ اول حاجه ان دلوقتي انا بتكلم مع حضراتكم اكرم توفيق بيتدرب في التدريبات الجماعيه، بيخوض بعض الفقرات من خلال التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي لاول مره بعد شفائه من اصابه الرباط الصليبي اللي تعرض ليها مع منتخبنا الوطني في كاس الامم الافريقيه. بياخد فقرات وباذن الله تدريجيا ياخد التدريب ككل، وباذن الله توقعوا ان اكرم توفيق ياخد بعض الدقائق في او خلال ال 11 مباراه المتبقيه. عدي مباراه بكره صعب، لكن انا بتكلم في اللي بعد كده. من الوارد ان انت تشوف اكرم توفيق هذا اللاعب المميز صاحب الروح العاليه جدا وصاحب الاصرار الكبير جدا جدا والشخصيه القويه باذن الله يكون اضافه للفرقه خلال الفتره اللي جايه. شفنا دوره مع الفريق في مباراه الزمالك بين الشوطين وازاي كان بيوجه اللعيبه، لعيب بشخصيه والواحد يعني في الحقيقه بيحترمه وبيقدره جدا 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 يعني. فده خبر مهم وخبر عاجل حبيت اطمن جماهير النادي الاهلي من خلاله. ومناسبه حسين الشحات كمان خليني اقول لحضراتكم ان نهايه الاسبوع ده حسين الشحات هيجري جراحه الغضروف، وعنده قطع كامل في غضروف الركبه في قطر في مستشفى اسباير تحديدا، هيجري الجراحه دي وان شاء الله باذن الله يعود سريعا للملاعب، واحد العناصر برضو اللي بيفتقدها الفريق على مدار الفتره اللي فاتت اللي يعني الفريق بيشهد غياب عدد كبير من اللاعبين المؤثرين يعني. بالمناسبه بيرسي تاو وميكيسوني كمان شاركوا في بعض الفقرات في تدريبات النهارده، ومن الوارد ان انت تشوفهم خلال الفتره الجايه مع الفريق، فانا اتمنى التوفيق للجميع باذن الله تعالى. طيب تعال نخش على الخبر اللي بعده. خبر ايه؟ قال لك مبتدا حسابهم على تويتر غياب الاهلي او غيابات الاهلي امام الجونه 8 لاعبين خارج القايمه. مين بيتكلموا على مين؟ عمار حمدي واكرم توفيق، محمود وحيد، حسين الشحات. بس مش عارف محمود وحيد هل تعرض لاصابه جديده ولا حاجه يا جماعه؟ محمود وحيد كان موجود في مباراه القمه اعتقد يعني، وشوف يا تماما من الاصابه يعني. حسين الشحات طبعا بره، طاهر لسه شويه لانه مزق، محمد شريف طبعا مزق في العضله الضمه فخلاص الموسم بتاعه انتهى، وبيرسي تاو ميكيسوني صعب ان هم يلحقوا مباراه بكره، لكن من بعد مباراه بكره ان شاء الله يكونوا موجودين. فمن ضمن الحاجات اللي اثرت على الفرقه السنه دي طبعا برده موضوع الاصابات، والاهلي غصب عنه لانه بيشارك في كل البطولات يعني، فهي دي الضريبه للاسف، لكن في كل الاحوال ما قدامكش غير كده يعني. يلا كوره حسوا على تويتر بيقولوا مصدر قال لهم ان الاهلي بيجهز كوكا لمواجهه الجونه وغياب تاو وميكيسوني، وكوكا طبعا جاهز وموجود ومن العناصر المميزه جدا ان شاء الله يكون اضافه للفرقه في حاله استدعائه للمشاركه في المباراه. اليوم السابع حسابه على تويتر بيقول ان سواريش يتابع تاهيل طاهر محمد طاهر للتعافي من اصابه الخلفيه في النادي، واحنا عارفين ان طاهر من العناصر اللي كانت مؤثره جدا في الفتره الاخيره تحديدا، ادى بمباريات اكثر من رائعه بشكل بدني ممتاز بجانب فني رائع، وكان يعني عنصر مهم. للاسف تعرض لمزق في العضله الخلفيه وسواريش مقتنع باللاعب ويتابع حالته وبيشوف يقدر يرجع امتى يدعم صفوف الفريق، فنتمنى برضو الشفاء لطاهر. تعالوا نروح للاهرام وحسابه على تويتر وبيقولوا اجتماع هام في الاهلي مع سواريش للاستقرار على صفقات الموسم الجديد. يعني ده خبر استنتاجي ووارد جدا طبعا حدوثه، لان انت خلاص الموسم قرب ينتهي، ناقص شهر على نهايه الموسم هنا في مصر، وبعدين انت محتاج ان انت تدعم، ده امر مفروغ منه، امر مفروغ منه. الاهلي محتاج يدعم صفوفه. هل هيحصل تدعيم؟ مؤكد
مؤكد هيكون في تدعيم من غير ما تفكر او من غير ما تضيع وقت في التفكير، هل صفقات قويه ولا صفقات عاديه؟ لا، مؤكد صفقات قويه من غير برضو ما تضيع وقتك في التفكير. الاهلي هيجيب لعيبه تقيله على غرار اللعيبه اللي موجوده طبعا، بس برضو انت عندك بعض ايه، بعض النواقص انت محتاج تدعمها عشان تكون فرقتك اقوى. ادي اللقطات حضراتكم شايفينها اهي، لقطات بشكل حصري من خلال برنامجنا النهارده ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي. اكرم توفيق بيشارك لاول مره في تدريبات الفريق عشان يكون جاهز خلال الفتره اللي جايه باذن الله لخوض اللقاءات على حسب الرؤيه الفنيه لمستر سوارش. وبالمناسبه، هل الطبيعي ان اكرم يخش بسرعه في الماتشات وكلام من ده؟ لا، بيبقى في وقت وفي مشاركه تدريجيه، وبناء على متابعه حاله اللاعب الفنيه والبدنيه في التدريبات يقدر المدير الفني ان هو ياخد قرار بمشاركته. وانا بقول لحضراتكم انا متوقع جدا ان اكرم ياخد في الماتشات اللي جايه، فوت بس ماتش بكره، وبرده فوت اعتقد الماتش اللي بعده، مش اعتقدش برده هيكون جاهز بنسبه 100%، لكن المهم ان النادي مطمن عليه طبيا تماما لانه هو بصراحه عنصر لا غنى عنه. طيب نروح لكوره بلس وتفاصيل استفسار النصر السعودي عن امكانيه ضم ديانج من الاهلي. طيب النقطه دي مهمه، هل في استفسارات كتيره حوالين ديانج او حوالين لعيبه كتير؟ طبعا في استفسارات، ده طبيعي جدا، لكن فرق ما بين الاستفسارات وفرق ما بين العروض الرسميه. هل في عروض رسميه وصلت النادي الاهلي؟ لا، مؤكد مفيش اي عرض رسمي يجي للنادي الاهلي بخصوص ديانج. في اهتمام؟ طبعا في اهتمام، ديانج من اللعيبه اللي عملت ماتش كويس بالمناسبه قدام الزمالك الشوط الثاني تحديدا يعني، لكن طبيعي واحد من امكانيات ديانج يكون فيه اهتمام والناس تسال عنه كانديه، يعني زي ما سمعنا قبل كده اندرلخت على مش عارف مين، كلها اهتمامات. لكن عروض رسميه بتوصل للنادي؟ لا، ما حصلش ومفيش اي عرض رسمي لديانج سواء من النصر السعودي او من اي نادي اخر. خلينا نروح لخبر تاني، وده من بطولات وحسابهم على تويتر، بيقولوا خاص ليهم يعني ان نادي قطر القطري يجدد مفاوضاته مع الاهلي للتعاقد مع بدر بنون، وتقدم بعرض قيمته 2 مليون دولار لضم اللاعب. خلينا نشوف ايه اللي ممكن يحصل خلال الفتره اللي جايه. النهارده بدر بنون بالمناسبه موجود في التدريبات برضه بشكل طبيعي زي الفتره اللي فاتت كلها، ومن الوارد ان انت رغم كل هذه الاخبار تلاقي بدر بنون بيلعب. فخلينا نتابع ونشوف ايه اللي هيحصل بشكل يعني مباشر، وهطمنكم بشكل اكبر بعد الفاصل اللي جاي ده على الفرقه والاستعدادات النهارده والتدريبات وبعض اللاعبين. بس خلينا نروح لفاصل الاول، وبعد الفاصل على الهواء مباشره هيكون معانا بعض التفاصيل المهمه، فاستنونا. طيب خلينا ناخد ترند المحلي سريعا، وناخد خبر مهم من الوطن سبورت، وبيتكلموا عن فيتوريا يطير للبرتغال ويعود اول اغسطس المقبل. والراجل جه وشفناه وحضر مباراه القمه وعمل مؤتمر صحفي وكل حاجه، ونتمنى له يا رب كل التوفيق. سافر سريعا لبلده عشان يحضر يعني كل الامور اللي بتتعلق بيه، ومن اول اغسطس ان شاء الله هيكون موجود عشان يعني يقود الفراعنه بشكل رسمي، وان شاء الله يكون موفق يا رب باذن الله تعالى. روح لفاصل، بعد الفاصل بقى تفاصيل اكتر عن فرقه النادي الاهلي، استنونا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خليني سريعا اروح على الهواء مباشره لزميلنا العزيز محمد توفيق من مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان يطمنا على الفرقه واخر استعداداتها لمباراه الغد الهامه جدا امام الجونه. يا توفيق اهلا بيك. مساء الخير يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا توفيق، طمنا على الفريق وكيف يستعد النادي الاهلي لمباراه الجونه ولباقي المواجهات الحاسمه في بطوله الدوري. يعني زي ما ذكرت امير، ده المران الاخير والاساسي لمباراه الاهلي امام الجونه ان شاء الله في 6:30 مساء الغد على استاد الاهلي والسلام في اطار مباراه الجوله 26 من الدوري المصري الممتاز. يمكن المران بدا في 5:30، سبقه محاضره فيديو للمدير الفني للفريق مستر سوارش، يمكن اتكلم فيها مع اللاعبين على اهم نقاط القوه والضعف في فريق الجونه، ومن بعدها نزل الفريق في الملعب. يمكن كان في محاضره من كابتن سالم حفيظ بيتكلم فيها عن اهميه هذه المرحله، ويعني نسيان يعني صفحه الكاس، وعندنا بطوله مهمه جدا وهي بطوله الدوري المصري الممتاز.
زالت لسه في الملعب بيتكلم مع اللاعبين عن اهميه مباراه الغد، وكمان يعني متبقي 9 مباريات بمباراه الغد، فدي مرحله مهمه جدا، بطوله لسه في الملعب، بطوله من 4 بطولات قادمه، الدوري والكاس وكاس السوبر القديم والجديد كمان يا امير. يمكن الميران النهارده ابرز معالمه مشاركه اكرم توفيق في الميران الجماعي، بيرسيتا وميكسوني موجودين الثلاثه في الميران. يمكن التدريب بدا ببعض التدريبات البدنيه ومن بعدها انتقل للجزء الفني. كابتن صلاح حفيظ طبعا قرر اغلاق الميران مع بدء التمرينات الفنيه اللي في الملعب. يمكن حاله اللاعبين يبدو علينا ان الحاله جميع اللاعبين في حاله جيده. يمكن الجهاز الفني اتكلم زي ما قلت لك، كابتن صلاح عبد الحفيظ اتكلم مع اللاعبين عن اهميه هذه المرحله، ان شاء الله يكون عوده اللاعبين كمان اللي كانوا مصابين في الفتره اللي فاتت تكون دوت بيتقل الفرقه ويكون فارق مع الفرقه باذن الله. بيرسيتا وميكسوني زي ما قلنا، اكرم توفيق كمان مشاركته النهارده في الميران حاجه كويسه جدا. يغيب بس فقط عن الفريق شريف طبعا لاصابته في العضله الضمه، وطاهر محمد طاهر لاصابته في العضله الخلفيه، واحمد نبيل كوكا ايضا للاصابه في الخلفيه. ان شاء الله من بعد المران هيتم اعلان قائمه من 22 لاعب للدخول في معسكر مغلق ان شاء الله والمبيت في احد فنادق القاهره، ومن ثم ان شاء الله بكره يبقى يعني برنامج الفريق بشكل كتام في فندق الاقامه، وان شاء الله التحرك لملعب المباراه في تمام الساعه 4:30. وان شاء الله كل دعوات جماهير النادي الاهلي بالتوفيق وحصد اول 3 نقاط للعوده ان شاء الله للمسار الصحيح والمنافسه على بطوله الدوري العام باذن الله يا امير. باذن الله توفيق. طيب الموعد المتوقع لمشاركه اكرم توفيق في المباريات كابتن، يعني طبقا يعني كلام الجهاز الفني او الجهاز الطبي معانا يا امير قبل المران مع دكتور احمد ابو عبله، يعني اكرم جاهز من الناحيه الطبيه، مشاركته من عدمه دي متروكه طبعا للجهاز الفني بقياده مستر سواريش، هو اللي قرر مدى يعني امتى بالظبط يشارك اكرم. طبعا لما يشوف لياقته البدنيه، لياقته الفنيه، لياقته الذهنيه، ده هيبقى متروك بشكل كامل جدا للجهاز الفني. ولكن من الناحيه الطبيه اكرم خلاص مشارك في التدريبات الجماعيه للفريق، ومشاركته هي رهن اشاره او تحت امر الجهاز الفني في الوقت اللي يشوف ان هو مناسب للدفع باكرم توفيق. وان شاء الله نتمنى السلامه لكل اللاعبين طبعا، اكرم بيرسيتا وميكسون ان شاء الله كلهم يكونوا في الحاله الفنيه والبدنيه والذهنيه، ان شاء الله تؤهلهم للمشاركه في المباريات عشان يكونوا عونا لبقيه زملائهم، خاصه ان احنا عندنا تقريبا في 40 يوم يا امير حسم البطوله 9 مباريات اقوى من بعض، ان شاء الله يكللوا بالنجاح ويكون التوفيق حليف النادي الاهلي وكل اللاعبين يرجعوا لفورمتهم ويكونوا مشاركين بمجهودهم ان شاء الله، ويكون يعني بدايه موفقه ان شاء الله وعوده الانتصارات وعوده بطوله الدوري مره اخرى للنادي الاهلي. 11 مباراه المتبقيه للاهلي ان شاء الله 33 نقطه يقدر الفريق ياخذهم، لكن موقف بدر بنون ومدى جاهزيته للمشاركه في المباريات يا توفيق هختم معاك بالسؤال ده. موجود بالفعل يا امير، بدر بنون مشارك في التدريبات الجماعيه من الناحيه البدنيه هو جاهز، ومن الناحيه الطبيه طبعا برضو زي ما قلت ينطبق عليه يعني نفس الكلام ينطبق على اللاعبين العائدين من الاصابه، هو مشاركته تحت امر الجهاز الفني الوقت اللي هيشوف ان هو مناسب للدفع بيه هيكون موجود في الملعب، ولكن فنيا هو يعني طبيا هو لائق من الناحيه الطبيه بشكل تام، مشارك موجود مع بقيه زملائه في المران الجماعي. لكن المشاركه من عدمها ده امر يرجع للجهاز الفني حق اصيل ليه اختيار ال 11 لاعب او التسع لاعبين الموجودين على دكه البدلاء، وزي ما قلت لك اي 11 لاعب هيكونوا في الملعب باذن الله يكون التوفيق معاهم، وان شاء الله يحققوا كل امال وطموحات جماهير النادي الاهلي والفوز في جميع المباريات المقبله، وان شاء الله عوده اللقب مره اخرى يا امير. باذن الله توفيق. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق من رئيس قناه الاهلي كان معانا على الهواء مباشره من مقر النادي الاهلي بالجزيره، بنشكره شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه وطمنا من خلالها على بعض الامور. خليني سريعا اروح لتفاعل حضراتكم معانا على سؤال حلقه النهارده، وفي رايكم ايه التشكيل الافضل للاهلي فيما تبقى من مباريات في بطوله الدوري. يعني علي عرفه قال الاهلي محتاج 11 راجل في الملعب عندهم روح ايا كان مين اللي هيلعب. ماشي، متفق معاك جدا. مصطفى علوان قال افضل تشكيل يكون باكتر 11 لاعب عنده روح الاهلي وما زهقش من البطولات ومريح وجاهز يلعب ويقاتل عشان تيشيرت الاهلي، ومحتاجين نريح الشناوي ومعلول وسوليه وحمدي فتحي وقفشه، ده امر فني يتعلق بالمدرب. كمان بوسي بتقول ايا كان التشكيل اللي هيلعب نتمنى يكونوا قد المسؤوليه، ربنا يوفقهم يا رب. عجبني قوي مسانده الجمهور. يعني عبد الرحمن محمود قال الشناوي هاني ياسر ابراهيم عبد المنعم معلول حمدي فتحي السليه عبد القادر قفشه صلاح محسن حسام حسن، كل التوفيق للنادي الاهلي وعلى الحلوه والمره معاك يا اهلي. هو ده الكلام طبعا. خلينا كمان نخش على اللي بعده. عاصم فتحي قال شوبير كريم فؤاد محمود متولي بنون وحيد كوكا ديانج صلاح محسن عبد القادر زياد طارق وحسام حسن. اخر تعليق هاخده ابو او عبده جمال قال افضل تشكيل الاهلي محمد الشناوي عبد المنعم ايمن اشرف علي معلول كريم فؤاد اليو ديانج محمد محمود قفشه زياد طارق صلاح محسن وحسام حسن. ده كان تفاعل جمهور النادي الاهلي اللي بنشكرهم واللي بنقول لهم انتوا فوق الراس وفوق راس كل واحد جوه النادي الاهلي، لان انتوا زي ما بتبقوا ورا الفرقه
في الحلوه، اكيد كمان انتوا ورا الفرقه في المره، فان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، بكره هنكون اجازه عشان الماتش هيكون بدري الساعه 6:30، ونتقابل باذن الله في حلقه جديده من نفس البرنامج بعد بكره. الى اللقاء.